the action. Hey everybody. أهلين حبايب قلبي. انتوا هلا تسمعوا في التوم بوين 6. You are listening to Tom Point 6 on BFM Radio. من ده التوم بوين 6 صباح العصافر والفراشات للطنطونات والتتوات والتوا التوم بوين 6 بدات. الخبر الاول يجينا من عند لا شونتوز تاتا بيونسي اللي قالت كي كنت صغيره يا طون تعديت بمشاكل نفسيه صعيبه برشا، لكن قالت يا طون رغم هذا فقد تمكنت من تجاوز هذه الصعوبات، فهنيئا لك وهنيئا على المجهودات. وما نجم نقولوا لها كان ما تبكيش هذا لازم يمشي. حتى علاقه. الخبر الثاني يجينا من عند اختي العزيزه لاكتريس سيلينا غوميز اللي هي صغيره عمرها 22 حاجه هكا، تقول يا طون فديت معناها امان اذا هذا عمرك وفديت ملكي تكبر شنو هي باش تعمل اي سي با لوجيك. لحظه نعاود لك انا الخبر. الخبر هي ممثله هذه من هوليوود في مقام اخرى. بربي لحظه السادة المستمعين لو كنت تسمعوا في الفقرة اللي حظ يقول فيها زياد احسبوها في رجل آخر، احسبوا عنه وليد بالحق عنده ظروف، احسبوا اللي وليد هذي عنده ظروف خاصة قاعدين نعاونوا فيه، هذه البارتي هذه الكل تجمع تزبيوها. لا 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 أمانة ما قلت له سعيد حذرك البرنامج غير مسؤول على ما يقال في هذه الفقرة. تنجموا تزبيوه تو وقت اللي تكلم زياد. تفضل زياد. الخبر الثالث يجينا من عند الطون رفيق اللي بين قوسين هو صحفي محلي نهار السبت سرقوا له لي جون تاع اليوم تاع كرهبته، فالنجم نقولوا له كان بربي ارجعوا اسمعونا، بربي ارجعوا اسمعونا العوده بقوه. صحيح. الخبر الرابع هو مش خبر، هي رسائل تلقيتها من الملايين من المعجبين والمعجبات من كامل انحاء العالم. فحقيقة لقد صدمتموني وابكوتوني عندما مرضت وكنت على حزام الفراش. وما أقول على نفسي وأهدي هذه الأغنية إلي، هي الأغنية ألف سلام وحبيبي ليه وحبيبي ليه خلي العبيد. كنت هذه طن بوان 6 نتلقاو غدوة في طن جديدة وفس تسمع العز. حمس وليدك جعفر انت خدمت حمس وليدك. الخبر الثالث تعاودونا. الخبر الثالث يجينا مع طون رفيق بين قوسين اللي هو صحفي محلي ريتها لا رفيق بين تحصل اللقب نتاعك رفيق بين قوسين ليش سرقوا له نهار السبت لي جون تاع اليوم تاع كرهبته، فالنجم نقولوا له كان مبروك من قلبي معناها. اسمعني هو ذي راه مهبول مسيب وحتى الاخر اللي يحطه في الموسيقى زغرت له في وقت وانا متاكد اللي كونه يقعدوا مع بعضهم ياسر.